مرتضى منصور مغلول من حسين لبيب وما بيفوتش اي مناسبة الا لما بيوجه له مزيد من الكلام الخارج، مش هو بس، لا هو واي حد ممكن يتصدر لحسين لبيب. تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي امان. انا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناة الاهلاوية على اليوتيوب. مرتضى منصور كان رايح يقدم واجب العزاء في والد دينا رامز المذيعة زوجة طارق علام الإعلامي الشهير بتاع كلام من ذهب. فوهو معدي كان العزاء تقريبا بجوار نادي الزمالك، فوقف قدام البوابة وكان في شوية صحفيين، قعد يتكلم على الإشارات بتاعت شيكابالا والكلام اللي حصل من الجمهور، وكمان لقح بالكلام على الكابتن الخطيب. قال الخطيب انت اللي انت الشغل اللي انت عملته ده شغل حواري، ازاي تروح عند تركي وازاي يبقى تركي موجود ووقت تسليم الجوائز ما تكونش انت حاضر في المنصة. انا ما اعرفش اذا كان كابتن الخطيب سافر ولا لا، ولكن في النهاية انت مالك، يروح ما يروحش، يستقبله ما يستقبلوش، حاجة ما تخصكش، حاجة مش بتاعتك. انت دلوقتي انت رايح تقدم واجب العزاء، هل حد ينفع يقول لك تروح او ما تروحش؟ حاجة مش بتاعت حد، ده انت حر نفسك، كذلك كابتن الخطيب حر نفسه، فدي حاجة ما تخصكش. لكن الغريب والعجيب وسط الكلام، ففي حد في أمن النادي أو أمن البوابات فبيتكلم مع مرتضى، بيقول له نادي الزمالك نادي بطولات ونادي إنجازات. قال لي أنتوا أصلا ضيعتوا هيبة نادي الزمالك، أنتوا خسرتوا 5 بطولات في مش عارف إيه، وأنت وحسين لبيب هديكم، وقال زي ما حضرتك شفت في العنوان بتاع الفيديو هديك بالكذا. انت وحسين لبيب، على الرغم ان حسين لبيب عمره اهان مرتضى ولا قل ادب على مرتضى ولا قال له كلمه وحشه ولا كلمه خارجه ولا اي حاجه، ولكن مرتضى يحب يعني يطلع اللي جواه كده دايركت بدون اي فلتره، يعني لو جه في دماغه اي شتيمه لازم يقولها، ما يفلترش، ما يمسكش لسانه، ما يمسكش اعصابه. طيب تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور قال ايه، وتعالوا لي مره اخرى عشان نكمل كلامنا. بس وانت بتتفرج على الفيديو اخويا حبيبي الاهلاوي واختي المحترمه الاهلاويه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفوني اول مره تخش قناتي تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم قناه كل الاهلاويه الاهلاويه على اليوتيوب. الاشتراك في القناه مهم جدا، اللايك والشير مهمين جدا، اللايك والشير في الفيسبوك مهمين جدا جدا جدا، يعني اعتبر ان دي كلمة الشكر بتاعتك لينا، فما تنساش تدعمنا بلايك وشير، دي اهم حاجة. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. طيب عايزين نتكلم على حسام، حسام حسن النهارده اختار قائمه المنتخب، واخد 10 لعيبه من الاهلي ولاعيب واحد من الزمالك، على حضرتك ايه؟ يبقى النتيجه 10-1. لا يبقى النتيجه الحقيقه من ساعه ما الاهلي جاب، الاهلي كسبان الزمالك 11-2، 11 مباراه والزمالك كسب 2، هنا 10-1 مش كده؟ وهنا 11-2. طيب تصرف كهربا وتعليق على الساعات لجماهير الاهلي بعد الماتش. كهربا قعدت شمال. شيكابالا ايه رايك في شيكابالا والحركه اللي عملها من غير الجماهير؟ ما مش مظبوطه، مش مظبوطه، ولا شتيمه جماهير الاهلي كابتن رضا بيضا مظبوطه، ولا الحركه اللي عملها شيكابالا. هتشوف الفيديو ده بس هو في سؤال واحد. اتفضل. ايوه، في بركات السجاده الحمراء، بركات السجاده الحمراء عشان علاقات ممتازه. انا قلت يا جماعه علاقات بين الجماهير مش بيننا جلسه محاضره. بين ايه؟ بين الجماهير مش بيننا. وليا سؤال، هو مين اللي خد الكاس؟ الاهلي. مين كان واقف على المنصه؟ حسين لبيب. و كان واقف ليه؟ طب عايز اسال حضرتك تعليق ان الخطيب ما راحش الخطيب كان في السعوديه. هو كان مخاطب من السعوديه. هو مخاطب من السعوديه. الكلام ده لسه حوالي الرئيس قال عايزين نعمل مباراه عشان تفتيش نعمل ماتش عشان ايه العلاقات ترجع افضل. بالظبط. ان هي رجعت اقوى. الرئيس كان عايز ايه؟ عدم وجود الخطيب في الماتش ولا مجلس ادارته على المنصه. دي اهانه للحكومه المصريه. كابتن مستشار، بس حضرتك يعني جمهور الزمالك مستاء من استفزاز يعني امام عاشور للجمهور بعد الهدف الشوط. هل اللي بقى عمله امام عاشور الخليل لو باشا وباشا اللي مؤخر اللي تحته عمل لمراته كده بنت حرام؟ تمام. هو في سؤال،
تذاكر فيه ضابط امن زملكاويه. اه ده ليه حضرتك يعني كان في بنت ضابط امن زملكاويه بشوف كل اللعيبه اللي في العالم اللي بتلعب في النادي بيجي بيسكت بالظبط احتراما للفنان اللي كان بيحلو مش مكتوب. طب حضرتك كنت قلت الراجل المحترم دي على كده ان كل صفقات الفشل اللي جابوها الفشل 9 صفقات ما فيش اي صفقه من 12 10 وانا بقول وقت تاني ما كانش وقت عبد الله السعيد خلاص كان كده عبد الله السعيد جابه من 6 سنين لما كان عبد الله السعيد لا تظلم عبد الله السعيد ولا تظلمش كمان وكان في حضرتك كنت قلت ان هترجع يعني قاضي مجلس الزمالك يا باشا في امثال في جلسه اخرى اداريه عليا قاضي اول درجه قال لك الكلام كان سليم احنا سالنا من اتفرج على الفيديوهات لما 3-4000 عين من اصل المجرمين اتضحوا الصاله جوه جهه التصويت القانون والمحكمه صوت سري اقتحموا وضربوا المرشحين والناخبين والراجل رئيس اللجنه القاضي يعني حسين جلبيب لو ما طلعش البلطجيه الالترا مفتوحه من الخيمه بتاع التصوير الغي الانتخابات ما طلعوا الانتخابات سليمه كل سنه طيب. كل سنه حضرتك كل سنه حضرتك كل سنه حضرتك لا الزمالك خد البطولات طبعا خمس بطولات راحوا في اسبوعين ايوه انت عايز تعمل ترند هديك بالجزمه يلا هتعمل ترند هديك بالجزمه عايز الجزمه اهي عايز الشيء انت وحسين لبيب بالجزمه يلا يلا مين الواد ده يا ابني البوابه اللي انت واقف عليها دي اعملها لحسابي يلا طالما راجل انا انا هو سودا حبيبي والله انا زي ما حضراتكم ما شايفين مش هيدوم تبقى مناسبه في الفيلم ده يعني كلام ده حقيقي طبعا لا الزمالك نادي البطولات طبعا خمس بطولات راحوا في اسبوعين انت عايز تعمل ترند هديك بالجزمه يلا هتعمل ترند هديك بالجزمه عارف الجزمه اهي عايز الشيء انت وحسين لبيب بالجزمه يلا 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 يعني في وسط الكلام في بعض الجمل مش مفهومة قوي لان كان في زيطة وكلاكسات ونفس الصوت الفيديو اللي انا واخد منه الصوت صوته ضعيف ففي كلام حضراتكم اكيد ما سمعتهوش بيقول رجعوا لي نادي الزمالك وانا هاخد بيه كأس العالم طب ما كان معاك كأس ما كان معاك نادي الزمالك ما خدتش بيه افريقيا ليه مش كأس العالم ما هو كان معاك دي نقطة النقطة التانية بتقول ان حسين لبيب يمشي هو ومجلسه ده خسروا 5 بطولات وخسروا من النادي الاهلي طب ما انت كنت بتخسر من النادي الاهلي رايح جاي وكنت بتخسر بطولات من النادي الاهلي ما كانش حد بيقول لك اطلع ولا امشي ولا كان حد بيقول لك سيب النادي بالعكس ده انت كنت كل ما تتغلب من النادي الاهلي تقول السحر الشعوذه القفل اللي في الشبكه مش عارف ده ايه وكنت بتدور على اي شماعه عشان تعلق عليها سبب الخساره لكن عمرك ما طلعت وقلت انا مسؤول عن الخساره انا بشيل الحرج عن اللي. ولا عمرك قلت كده وانت بتقول ان شيكابالا غلط ان هو عمل كده وعمل كده وجمهور النادي الاهلي غلط ان قال له البت بيضة 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 لا هو شيكابالا هو اللي راح للجمهور الاول وعمل له كده فالنادي جمهور النادي الاهلي قال له البت بيضة 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 ايه يعني ايه بت بيضة بيضة يعني ايه مشكلة قال الزمالك فيه وفيه 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 لا لكن جماهير نادي الزمالك واجهت سباب غير عادي لامام عاشور ومع ذلك انت طالع تقول له ده غلط ومش غلط يا راجل ده انت لما كان شيكابالا عمل الحركه اللي مش تمام لجمهور النادي الاهلي انت ما قلتلوش عيب ما قلتلوش لفظ بالعكس ده انت قلت ده ما الراجل بيشتموه بلونه بجنسه بدينه مش عارف ببشرته وقعدت تؤلفه شويه حواديت وتمشي وراها يعني حتى ما ادمتش الفعل اللي عمله شيكابالا وكان اقوى بكتير من الحركه دي او الحركه دي اقوى بكتير جدا ومع ذلك انت بتقول ان هو غلطان ومش عارف ايه يعني في اشارة يعني بترمي الكرة في ملعب لبيب المفروض يقول له عيبه ومش عيبه كده بس
لحد هيقول له بتاع لان شيكابالا ده مركز قوة في الفريق، سواء انت رئيس او انت مش موجود او لبيب موجود او غيره. لكن الغريب والعجيب ان انت بتتكلم على كابتن خطيب تقول ده اللي عمله ده، انتوا احنا مش قاعدين في حارة علشان تركي الشيخ يروح المنصة عشان يسلم الجوائز وما يكونش موجود الكابتن خطيب، انت مالك؟ هو موجود او مش موجود؟ انا ما عنديش المعلومة الكاملة اذا كان موجود الكابتن خطيب سافر ولا لا، بس هو كان بيقول ان هو سافر، لكن ما فيش ولا كاميرا جابته في المدرجات او جابت تواجده من عدمه. لكن حتى لو موجود او ما راحش خالص، انت مالك؟ ده شيء ما يخصكش. انت تتكلم في اللي ليك فيه، الحاجة الملموسة بتاعتك، الحاجة اللي انت تقدر تسيطر عليها، لكن انت مالكش دعوة بالكابتن خطيب يروح ما يروحش، يقدم التهاني ما يقدمش، دي حاجة مش بتاعتك ولا حاجة تخصك. اما ان انت تشاور على الحذاء بتاعك وتقول انا هديك انت وكذا الحسين لبيب، تقول هديك بكذا ليه قاعد على البوابة، تقول البوابة انا اللي عاملها. انت عاملها ايه؟ انت عاملها بفلوس النادي، وانت عاملها بفلوس الدولة، انت عاملها بفلوس مين؟ فلوسك الشخصية يعني؟ خلي الطبق مستور. ده حملة التفتيش اللي جم مرتين اكتشفوا مصايب وكوارث. امال لمياء خيري انت شتمتها ليه؟ لما كتبت فيك تقرير زي الزفت ان في وفي 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 في غيابات كذا وكذا 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 وكذا، رحت انت نازل فيها انت فيك وفيك وفيك، رحت رفعت عليك قضية وخدت عليك 6 شهور مع الشغل، وبعد كده رحت اصطلحت معاها، معرفش بقى انت دفعت لها ما دفعت لهاش، اصطلحت معاها جبت لها واسطه، ما تفهمش، بس هي نزلت لك وخلاص. لكن في النهايه انت قلت ده ست بتقوم بعملها، وفعلا كان في بعض المخالفات. يعني انت بتعترف يعني في مخالفات هي رصدتها؟ امال بتشتمها ليه؟ امال اللي كنت بتقول عليها وحشه وفيها وفيها وفيها؟ ولكن هو ده مرتضى منصور لا يتغير. وعلى فكره كان في بعض الزملكاويه تقول لك ايه؟ تقول لك انتوا خايفين من الاسد او زعلانين من الاسد متواجد، بالعكس ده مرتضى منصور تواجده في نادي الزمالك اكبر مكسب للنادي الاهلي، واكتر مكسب ل الناس اللي هي ايه عايزه نادي الزمالك يقع. يعني لان نادي الزمالك مش هيقوم لقومه غير بان انت، يعني نادي الزمالك محتاج لعيبه، فور كل اللعيبه دي كلها، كله 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 كله، ما يبقاش في مراكز قوه، يبقى الزمالك فوق الجميع، بمعنى ان مصلحة الزمالك تبقى فوق كل العاملين فيه، من اول رئيس النادي لغاية عامل غرفة الملابس. الكلام ده مش موجود. بيجددوا لشيكابالا موسمين، على اي اساس؟ حرام، مش الفلوس دي فلوس مهدرة. شيكابالا بيعمل، لا انت عايز تكرمه، عايز تخليه متواجد، خليه في الجهاز الفني، خليه في الجهاز الاداري، شوف له اي شغلانة عادي يخدم النادي، مش لازم يبقى لاعب. مسكوا قطاع الناشئين، مسكوا البراعم، اكتشاف المواهب. شيكابالا هيقول لك ده اللاعب ده عينه، ده بيلعب كويس، ده مش عارف كده، هتستفاد منه اكتر من ان انت تبقى قاعده على الدكه يعمل كده ويعمل كده وياخد اللقطه ويتوقف 8 9 ماتشات. استفدت منه ايه؟ ما استفدتش منه اي حاجه. انتهى الفيديو بتاعنا، بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.